أمن الخليج وكل الدول المطلة عليه مهم لأبناء هذه الدول، وهو جزء من أمن الأمة العربية والإسلامية الذي يهم أبناء الأمتين معه، وهو مؤثر على أمنهما وأمن العالم. ومما يتطلبه أمن الخليج ودوله وكل أبنائه اليوم أن تأمن الدول المطلة على الخليج بعضها من بعض، أن تأمن الدول المطلة عليه بعضها من بعض، أن تصلح العلاقات بين كل هذه الدول وتقوم الثقة بينها مكان الشك، أن يأمن الخليج وكل هذه الدول من بطش الدول الأجنبية الكبرى، أن تتمتع كل واحدة من هذه الدول بالأمن الداخلي. وما يضمن الأمن الداخلي لكل بلد في العالم هو أن تقوم العلاقة بين السلطة والشعب فيها على الثقة والرضا. وهذا يتطلب أن تكون سياسة أي حكومة من إرادة شعبها، وأن يعترف عملياً بالدور الأساسي في إدارة شأن وأن يعترف عملياً بالدور الأساسي للشعب في إدارة شأنه العام وبحقوقه الكاملة، وأن يلمس فعلاً صدق حكومته وإخلاصها في تمثيل إرادته، وأن يلمس فعلاً صدق حكومته وصدق إخلاصها في تمثيل إرادته ورعاية حقوقه وتقدير حريته، وإلا فكيف يرضى شعب بسياسة وحكومة تنتهج وحكومته تنتهج ما يخالف كل ذلك، وكيف تنبني عنده الثقة بها؟ فبالنسبة لما عليه وضع وطننا الذي يعاني في واقعه المؤلم من خلل سياسي واسع وانتهاك للحقوق واستباحة لأمن المواطن واستخفاف بقيمة الشعب، فإن هذا الوضع يتطلب الإصلاح الجاد الشامل ليعد نفسه لمسألة الوحدة التي يرضاها الدين وتنفع الشعب وكل المنطقة ولها عائدها الجميل على الأمة. وإذا كانت أكثر الحكومات في مجلس التعاون الخليجي ترى أن وقت الاتحاد الناجح لا يزال يحتاج إلى تفاهم وإعداد أكثر ودرجة عالية من التحضير النفسي والعمل على المستوى الرسمي بين أطرافه، فإن الشعوب ترى أن أهم مقدمة من مقدمات الاتحاد المقبول فضلاً عن الناجح والنافع والمؤمل هو أن تصحح الأوضاع السياسية داخل كل دولها ويتوحد الاتجاه في إعطاء الشعوب دورها المعترف به على مستوى العالم المرتبط في إعطاء الشعوب دورها المعترف به على مستوى العالم والمرتبطة بموقعها السياسي وكونها مركز الثقل في العملية السياسية المرتبطة بإدارة شأنها العام والمسار المؤثر على مصيرها، وأن يعترف لها دستورياً وعملياً بكامل حقوقها. وسنبقى نحن في البحرين نؤمن بوحدة الأمة وبقيمة السلام العالمي وبأي تقارب صادق النية سليم الهدف متجه لما يرضي الله سبحانه فيه خير منطقتنا وخير أمتنا، ولا يعود على الإنسانية إلا بما فيه خيرها. وسنبقى نعتز بوطننا ونحرص على سلامته ونتمسك بوحدة أبنائه بما فيه هداه وخيره ورضا ربه سبحانه،
مشددين على أن يأخذ في اتجاه جديد للعدل والإنصاف والمساواة والاعتراف بالحق السياسي الأساسي للشعب وسائر حقوقه المغيبة وإنهاء حالة الغبن والاضطهاد. وما من مسلم حق إلا ويتمنى وحدة الأمة الإسلامية وعزتها وكرامتها ونفاذ كلمتها. وليس لأي وحدة من نوع يخالف هذه الوحدة أن تتوقع من المجتمعات الإسلامية الواعية أن تلقى عندها شيئا من القبول. وبهذا يكون القبول إنما هو قبول لوحدة تكون على طريق الوحدة الكبرى الصالحة.